هذه طال عمرك يقول عن غلا الزوج وزوجته القصة هذه. يا سلام. بعض يعني ما هو بعض الأغلبية أغلبية الحريم تغار على رجله صح ولا لا؟ أكيد. حتى لو هي كبيرة بس تغار على رجله ما تبيه يلتفت لا يمين ولا يسار. صحيح. تبيه سيدة. وبعض الحريم سبحان الله موفقة مع رجله إذا دخلت عليه مرة الكلام الحلو والكلام الزين ويا هلا ويا مرحبا حتى اللي قال ناقصكم شيء قلت لا كل شيء جاهز وكل شيء تام. يا ليت شيء. يا ليت ها؟ تلقى ناقصه شيء بس ما وده عارف ما عنده شيء يا ليت اللي عندنا ناكله اي والله بعضهن اول ما يدخل رجع عليه هو تعبان وبس يبي يرتاح نشبت الحلق وتقجني نبي هلو ناقصنا هلو ناقصنا هلو اذا طلع من البيت اعطته الورقه هذا طوله تقف فتره مغسل لا جدك مش حربيت والله عاد تقف فتره مغسل والله ما كفر صارت رسائل الجوال اي رسائل الجوال وجاب لنا هلو انت ما تعملنا هلو هو رجال تعبان يبي الراحه بس هو يتمسك حلقه يا ما والله يطلع من البيت فهذا قصتنا اليوم عن واحد مدرس ومدرس ابتدائي دائما مدرس ابتدائي سبحان الله محظوظ ليه محظوظ لانه يروح بدري ويطلع بدري يعني يطلع على 11 ربع 11 ونص يخلص ما قبل صلاه الظهر يطلع الابتدائي ما عنده حصص متاخر اي ورزقه والله بله مره سنه مره جيده ودبرته حلوه ويقول ومرتبه ونظيفه هو يتخبر موعده يطلع 11 ربع 11 ونص تزوج هو صار له سنه واستاجر له دور ارضي وسكن المره هذه به بالدور الارضي اللي طلع من المدرسه وجاء البيت المزهريه محطوطه على جنب كل شيء مرتب شيء مرتب ومجلس رجال مسكر ابوه مفتاح ومطيبته عشان جاء رجال ولا امر جاهز حتى تخبر موعده 11 ربع هاللون تحط اللبن تحط له روب الثلاجه يا سلام حليب شيء طيب يا جاء وقالت وش انت مشتهي وش تبي ودلها جاءت يوم من الايام جاء وطلع حول 11 ربع تخبر موعده 11 ربع 11 ونص قبل صلاه الظهر يجي هو يجي قبل صلاه الظهر يوم جاء قبل صلاه الظهر مره هو طالع وملهد وحالته حاله من هالغدان الصبح ولهدتها هذا طاقيته ضايعه هذا مخباه منشق ضايقين ضايق هذا يصيح هذا متضارب هنا اي رافعين ضغطه يوم جاء ودخل مره هي فرشه عندهم بلكونه تفتح على حديقه مر فارشة البلكونة لها فرشة مترين نص متر شغل حاطته نص صينية وعليه دلة وحاطت له منشفه زرقاء وعليه ثلاث فناجيل فنجان له وفنجان له والثالث احتياط نسى التعب خلاص ايه وحطت له تمر منزينه حتى التمر يقول المع من حلوة التمر تنفتح نفسك والله جتني ضيقة ما بعرف والله انك ضايقت يوم جلس وتقهوى قالت شو انت مشتهي قالوا شو بوه؟ قالت بوه له حليب بارد بوه له لبن وش تبي؟ قال ايه نحلة قالت انتو كيفه؟ قال اعطينا حليب بارد قالت يلا وجيب له الحليب البارد هم معلقين عقاله على البلكونة شباك البلكونة في زي الحديد معلقين العقال ومعلقين الشمال أنا قاعد أتصور شكله وتجيب له الحليب وتجيب له الحليب البارد ويشرب الحليب ويزين الخاطر ويجيب المركة يقربه ويرفع رجليه على المركة وينسدح يبي يريح إيه؟ ترى هم وقت الشتاء ومشراقه والشمس لذيذه صح وقت الشتاء اي ترى ذبه واحد اي قال باخذ لي غفوه هو تقوم هي عنده قوم تبين قالت ابو روح وجي قال لا اجلس عندي هو تجلس قال اعطينا العلوم وش صار اليوم هو تعطيها العلوم قالت زهمت امك وقالت مبطي ما شفناكم قال ان شاء الله نبي نشوفها اخر اسبوع نبي نجمعها وما نطلع باستراحه ولا نطلع بهم برا ايوه وزهمت جارتنا تقول الشغاله اللي عندك منين جبتها من اي مكتب وقلت والله ما ادري تعلموا بالعلوم منه اللي اتصل منه ما اتصل قال قربي قربي ويحط راسه على رجله ويبنى وتقوم تفلي راسه يوم فلت راسه والشمس ساطعه على راسه حتى راسه يقول اسود شعره اسود ما نزيله ورقبته ما شاء الله جبره مستصح الرجل وتقوم تفلي راسه والشمس ساطعه على راسه وتلقى شيب من هنا وشيب من هنا الله يا فلان تقول الشيب غزاك قال لا ما غزان قالت له والله غزاك ويقصد قصيده هو يقول ما طلع قصيده الا بعدين يقول ضيقت عليه ها ضيقت عليه شو يقول؟ يقول قال الجواهر لي وانا كنت سرحان سرحان اشوف برق الشيب شاعشع وناضي وناضي قام وغزاك وصار يطلق لها عنان واحتل منك الراس دون اعتراضي الله وانت صغير السن بالعقل رجحان وسيفك على كل المعادين ماضي ماضي الله ها وهو عدو لك وتعطيها الامان كنك بغزو الشيب للراس راضي راضي قلت ايش يقول؟ يقول قلت البياض
يزيدني بر وإحسان ويعطي وقار وحكمة وانتهاضي. الله الله. قالت وقارك ثابت طول الأزمان، ما احتاج في قدرك لحكم قاضي. قلت البياض يخلي الرجل له شان. قالت اللي قلت ذا هرج فاضي. قلت الشيب شقول لا، وقلت البني لا شافت الشيب تنسان، البني البنات لا شافت الشيب ينسن. يقولون كبير، يقولون كبير ما نبيه. جازت له ويمحل عقب فرقاه ذيك الفياضي. قالت عقب ما ضمت وسط الأحضان، الله يكثر في شعرك البياضي. الله 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 الله. جازت له. قالت عقب ما ضمت ذيك الله عز وجل. البيت الأخير يقول قلت البني، قلت البني لا شافت الشيب تنسان تنسان، وتمحل عقب فرقاه ذيك الفياضي. يا سلام. وقالت عقب ما ضمت وسط الأحضان، الله يكثر في شعرك البياض. يا سلام يا سلام يا سلام. هي تبي هي تبي فراق البنات، ما تبي احد ياخذ، تبي لها الحالة. هي قالت جواهر لي، ما انا كنت سرحان.